رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في العاصمة الرياض. وفي بداية الجلسة أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التقدير لجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة ملف استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 وفوزها بهذا الحدث العالمي الذي ينسجم مع دورها الريادي والمحوري ومكانتها الدولية.